هناك بعض الناس لا يفهمون في القانون، ولكنهم يعتقدون أنهم يفهمون. جايب لكم المادة رقم 5 من لائحة العقوبات الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تنص على يجوز للجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف توقيع عقوبات على أي لاعب داخل القارة والدوريات المحلية داخل قارة إفريقيا، سواء عقوبات بالإيقاف أو عقوبات وغرامات مالية حتى لو الفعل لم يرتكب داخل المسابقات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي، سواء دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية أو السوبر الإفريقي. وده نتيجة لده، اليوم الاتحاد المصري تلقى خطابا رسميا من الكاف بعقوبة قاسية ضد حسين الشحات بعد ما فعله تجاه محمد الشيبي. لايك، اشتراك، فعل زر الجرس، الحلقة دي بيكم وبدعمكم توصل لأكبر عدد من الناس. أولا الاتحاد الإفريقي أرسل اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا يفيد بإيقاف اللاعب المصري حسين الشحات لمدة 6 مباريات منعا عن مباراة السوبر الإفريقي القادمة للنادي الأهلي حرمان الشحات من اللعب فيها، ثم 5 مباريات في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا بالنسبة للنادي الأهلي، وأيضا غرامة مالية 5000 دولار توقع على حسين الشحات ويجب دفعها قبل بدء 1/29/23. الناس اللي بتقول الاتحاد الافريقي ملوش حق يوقع على الشحات، انا جايب لكم القانون، بالقانون الاتحاد الافريقي ليه حق، وبالقانون العقوبه دي هتتنفذ، وبالقانون حسين الشحات سيتم ايقافه 6 مباريات افريقيه مع النادي الاهلي.